حديث القلب المصري قائمة ستة. عندنا جمعية القلب المصرية بودي واحد قديم. الأسكلروزيس والليبيدز عمل جمعية منفصلة. بدأها الدكتور سامع عزيز الله يرحمه والدكتور أشرف كده بقى في الجنوبية عامل جمعية مستقلة عن الأسكلروزيس فيها الليبيدز. إن أنا احتاجوا إيه؟ كتر الماتريال في بطني وأنا كمان عندي طلب الطيارة خد معايا لابتوب خد معايا الشركة جايبة لي ماتريال وقاعد شكرا 2018 فهي علم متسع جدا على فكرة فيها ساينتيفيك جدا وريفيوز وريسبتورز وانزايمز وجينيتكس ويعني فيها علم كتير جدا وكونفيوزنج. طب أنا عاوز أقول حاجة جديدة أو عاوز أتعلم حاجة جديدة وأقول لحضراتكم برضه قد إيه هتبرفكم. طب وات وي ويل دو؟ فالحقيقة استقريت على 2016 في الأدفانس الأوروبيان لأن هي فعلا كاتبة كلام يخص أكتريت كاتباكس. كاتباكات شارب بالنسبة لكويكا براكس. كل حاجة دي طبعا غلطة جزء كبير أو سهل المهم. طبعا عارفين الكلام ده. إحنا أتكلم على عدة نقاط محددة. الـ Risk Estimation إيه الكونسيبت بتاع High Risk Intermediate Risk Low Risk برضه بالنسبة للـ Limit Analysis مين الـ Limits وقال وأبص لأنهي برامج وعلى فكرة إحنا عندنا في الـ Guidelines حسب الـ Non-Fasting Limit Assessment يعني أنا بروح أنا بقول Limits ألاقي المعمل يقول معايا وصول 12 ساعة يزيد أنا مش عاوز وصول وجاي ناس كتبت الليمتز يا جماعة بتحلل زي ما كنت قايل ليه أشارة البوست الثانية هو ده في معظم اليوم هو ده اللي بيأثر هو ريليتد للريس فالريكومنديشن الجديد إن الليمتز تتعمل بدون صيام ولو البرايتنس ريتس عالية أوي يصوم يحلل تاني ده جديد في الجايدلاينز ومنصوص عليه ألاقي العيان رجعلي يقول معنى مش فاضي الحاجات وصرفه فده من الحاجات اللي اتغيرت يبقى الليبتس تتعهد تتحلل بدون صيام 12 ساعة المكتوبة. الصيام يتعمل لو برايك سايز عند بس. هتكلم عن نوت فور بروجكت وفور بروجكت وسبيشال جروبس اللي احنا حطها والكونكلوجن. التالي اشكال الحاجات دي موجودة في العيادات متوزعة الشارتس والهاي ريسك واللو ريسك والقصص دي. ماي سيلف وانا اقل واحد. I hate this sport. فأنا زعلت وما زعلت بوقت الـ risk estimation بنعمله في العيان اللي ما عندوش evident asthma symptomatic disease. من المصطلحات الجديدة واللي عملتها 2013 في الجامعة الأمريكية asthma symptomatic disease. Asthma symptomatic disease يشمل الكرونيك. السريف المسكر والبريفرال ارتيريال والاوتيك ديزيز الاربع مجموعات دول وان ديزيز انتيتي ويز ديفرنت مانيفستيشن ات ديفرنت فاسكولار بيتس يعني عيل عنده بريفرال ارتيريال ديزيز زي اللي جاله كرونيك زي اللي جاله سريفرال زي اللي عنده اوتيك ديزيز في الجايد لاينز وساينتفك كلهم حاجه واحده ايكو ماشي ده كان من مزايا الجايد لاينز 2013 عيان عنده evident أو clinical asthma symptomatic disease أو عنده diabetes ما بحسبلوش risk الريسك بس والخرايط والحاجات دي هي المزعجة دي اللي ما بحبهاش بنعملها في العيان اللي ما عندوش evident اسمه ايه؟ asthma symptomatic disease اللي هو one disease entity with different manifestation at different organs and vascular beats يبقى احنا مش هنفرق بين اللي جاله stroke زي اللي جاله كرونيك زي اللي عنده بريفرال ارتيريال ديزيز ودايبيتيك فور زي اللي عنده اورتيك ديزيز فاسكولار ديزيز كلهم ايكوال از ريسك انت يبقى حضرتك بنحسب في العيان ما عندوش ايفيدنت ريسك ديت في هاي ريسك وهاي ريسك ومودريت ريسك ولو ريسك شوف حضراتكم في هاي ريسك سبجكت مسكين اوف فولو دوكيومنتد كارد فاسكولار ديزيز كلينيكال ان ايكوفوكال ان ايمجينج دوكيومنتد كارد فاسكولار ديزيز جلوتس شوف previous acute imam
acute crossroad. Coronary revascularization كان عمل تعامات او عمل grafting or other arterial revascularization procedure. شوفوا حضراتكم stroke, TIA, aortic aneurysm, peripheral arterial disease. وده الحقيقه كان من انجازات 2013 في الامريكا اللي هي عممت concept astro thrombotic disease with different affection at different vascular fields. حاجات زي كده انا مش عارف احسب له ريسك وبتاع وسمنك والضغط والكسترول والتدخين ومالك والكلام ده. Undocumented cardiac vascular disease on imaging including significant impact on coronary angiography or carotid ultrasound. شوف سبب ما بين الكاروتيد والكورونري. It doesn't include some increase in continuous imaging parameters such as intermediate signals. ياتي بعد هذه المجموعه يبقى احنا الكلام ده كله نستبدله كلمه اسرو ايفيدنت اسرو ثرومبوتيك ديزيز يعني عنده ساينس وسيمبتومز وبروفد بالايمجينج وعنده جاسترو ماي بارتر انفارش اورتيك انيوس بريفر ارتيك ديزيز انت ما بتستبدلوش السؤال بتاع التيبل بتاع التست اللي هو فيري هاي ريسك. شوف حضراتكم لما تروح ال بي اشار Diabetes mellitus with target organ damage such as proteinuria or with major risk factors such as smoking, marked hypercholesterolemia or marked hypertension. برضو من 2013 guidelines in chronic kidney disease is an independent risk factor for atherosclerotic disease. يبقى البينال امبيرمنت كل المراحل بتاعته هنا هو كاتب سيفير سي كي دي اللي هو جي اف ار اقل من 30 او المجموعه الثانيه الرابعه كالكوليتد سكور اكثر من 10% ده بقى اللي هو السكور واللي هتخش اونلاين وتدخل بقى الارتيريال بلو بريشر والتوتال كوليسترول ومين ومين وسموكر ولا نون سموكر والقصص دي. يبقى انا شركه او زي من عندي انا اصلا قلت بتعلم حاجه جديده عندنا قررت يعني انت عارف ازاي انا بتعلم على طول لان هو ريسك سكور كل جايد لاين جايبه بريسك سكور مختلف. 2013 عمل بريسك سكور، 2016 عمل ريسك سكور. والكلام يعني افتكر الكلام الجايد لاينز كان برضه لها ريسك سكور، مدخلين فيها سي ار بي والقصص دي. يبقى انت بتعمل تدعم نفسك في الريسك سكورنج العيان اللي مش من الثلاث مجموعات دول. يبقى احنا في معظم حالاتنا عيان دايبيتي سيمبتوماتيك عيان ستريسنج اون أسرو ثرومبوتيك ديزيز ما عادش مليون كرونري في الكوستر وبريفر باكتيريال كلهم بيعاملوا معامله واحده وده كان المعامله الجديده انجازات 2013. كاتب بقى بعد كده الهاي ريسك سبجكت ويز ماركت انيفيتد سنجل ريسك فاكتور البارتيكولار كوليسترول اللي هو التوتال اكثر من 310 اللي هو الفاميليال هايبر كوليستريمي. هل الفاميليال هايبر كوليستريمي ده بيعمل يا جماعه مليون كرونري 15 سنه و20 سنه و25 سنه عندهم أسرو ثرومبوتيك ديزيز يا ريت نستخدم المصطلح ده أسرو ثرومبوتيك ديزيز موست اوف بيبل ويز دايابيتس برضه شفت حضراتكم تروح لي بيه ان انا اديك هو مثلا كل الدايابيتس والمغمض ياخد ستاتين على مريض اقل من 40 سنه وما عندوش اذر ريسك فاكتور ما عندوش كلينيكال ديزيز مودريت سي جي دي كالكوليتد سكور هو اكتر من 5 ل 10 المودريت ريسك سكور اللي هو اكتر من 1 ل 5 اللو ريسك اللي هو اقل من 1 يبقى احنا انا شلت عن نفسي انزايتي وعن حضراتكم اللي هي التيبلز والسكورز والارقام دي يبقى انا ده عيان ما عندوش حاجه تقريبا تقدر تحسب له بقى السكور دي شوف الارتيريال بريشر توتال كوليسترول سموكر من سموكر جود ويت قصص من دي يبقى دي حصلت يبقى دي اول نقطه في السبيلي زي ما احنا عندنا في كل ديزيز ريسك ستراتيفيكيشن يعني مثلا الاكيوت ماي بارتر انفارش كلمه لا تعني شيء لما تقول لي سايزبل انتيريور ماي بارتر انفارش اوله ميك غير سمول انفيريور فارش ده مورتاليتي 30% ده مورتاليتي 65% برضه نون ستيمي هاي ريسك نون ستيمي انترميديت ريسك لو ريسك يبقى الكونسيبت اوف ريسك استيميشن في كل حاجه في الميديسن وفي الديسبلينيا الاول انا اول خطوه العيان بتاعي انهي كاتيجوري من دول؟ وزي ما قلت لحضراتكم معظمهم احنا نقدر
نفس الفورمه بدون شارتس وفيجرز. الشارتس وفيجرز اللي احنا عملناها جديده بتبقى في العيان اللي هو ما عندوش اسس روبوتك ديز، مش دايابيتك، مش رينال امبيرمنت، ما عندوش فالت او ريسك فاكتور. اللي برضه الشريحه دي مهمه جدا زي الهايبر تنش، كل ما يكون الريسك سكور او في العيان ريسك، كل ما يكون الثريشولد اللي انا استخدم دراج ثيرابي عالي جدا ارلي من البدايه. حضراتكم اللي هم الفيري هاي ريسك بتاعت خالص لايف ستايل ادفايس كونسيدر دراج ده من اول مره تشوف. بعد كده لايف ستايل كونسيدر دراج، لايف ستايل كونسيدر دراج اللي هو اخر سطر. اول سطر العيال اللي هو الفيري لو ريسك شايفين لايف ستايل لايف ستايل لايف ستايل لايف ستايل في اخر مرحله خالص وعنده ارقام عاليه جدا ودي اللي دي اللي فوق 190 اي ميك كونسيدر دراج. الكلام ده مهم جدا. حضراتكم بيوقف العيان وانا بجيني عيان 25 سنة عن شخص خالص ممكن يكون عنده سيكسوال فانكشن او انفنس، راح لدكتور اندرولوجي عمل له كوليسترول طلع مش عارف 210 كده، كان الدكتور قال لي ظبط لك الكوليسترول. مفيش ريسك فاكتور خالص، مش دايبيتس، مش سيمبتوماتيك. وبعدين الليمتس عليها ريسبونس كتير جدا. تلاقي العيان يقول لك هو ابويا مش عارف او امي طلعها عالي وما نزلش عشان الكوليسترول بتاعها عالي. حضرتك بتشوفه في الموازنه دي. وبعض الفيزيشنز ايفن يونيفرسال ستار بيكونسوليديت ذيس كونسبت. تلاقي عم يشتكي فيها كومبلينت يقول لك الكوليسترول بسرعه عالي والكوليسترول بتاعها. سيمبتومز ده من ضمن الميس كونسبت. يبقى اول حاجه في البرزنتيشن بتاع النهارده ريسك استيميشن. والريسك استيميشن في الفيلم في معظمه بنعمله البيت سايد، انت سنك وعندك سكر سيمبتوماتيك هايبرتنسيف، مش محتاج تعمل بقى اللي هي الارقام اللي عام مش الكلام ده، اعمل له احسب له ريسك سكور. وكل ما يكون ريسك عالي بس ريشن يوز دراج بيبقى فيري ايرلي. طيب هنا بقى بالنسبه للليمت اللي انا استغربتهم اهو الثيرابيوتيك تارجت ال دي ال كوليسترول. يبقى عشان كاتبين جايد لاينز في الكلاس ريكومنديشن 1 ال دي ال كوليسترول هاز تو بي يوز از ا برايمري ليميت اناليسيس. اتش دي ال كوليسترول از ريكومندد تو بي انلايز بفور تريتمنت للتحلل بس مش تارجت. تريجلسرايد ادز انفورميشن اباوت ريسك اند از انديكيتد فور دايجنوزيس اند تشويس اوف تريتمنت. الديستريبيوتيميا دي حتى انا كنت بكرهها حتى في هذه الدرجه التقريبيه. كان في شكر في هاسن رائع عن الديب كتابيزم. لايبوماتيز والسيلسيز والترانسبورت والديجريديشن والقصص. انا المعلومات البسيطه جدا اللي كان كل ما التريجلسرايد تعلى الاتش تي بي ايه؟ بالعكس بالعكس كل ما التريجلسرايد ايه؟ الاتش تي بي تعلى. نتيجه ان هما الاثنين بيستخدموا نفس الافو لايبوماتيز. او الابو بروتين جزء البروتين مويتي اللي بتتحد الليمتس مشترك ما بين تريجلسرايد والاتش دي ال. كل ما تريجلسرايد تعلى تلاقي الاتش دي ال تقل والعكس العكس. ما تريجلسرايد اندبندنت ريسك فاكتور وعن طريق ان هي بتقلل البروتكتيف اتش دي ال. اللايبو بروتين ليتر اي وده يتعمل في بعض الحالات بريمتيور كاربوس ديز فاميليو هايبرستيميا او عيان فاميليا ديز. شوف حضراتكم هنا اتش دي ال كوليسترول از نوت ريكومندد از ا تارجت فور تريتمنت بلس 3. يبقى انت هتقول عيان ده الاتش دي ال ما زادتش او زاد، هي لو زادت تبقى بنفيشال بس لو ما زادتش ات از نوت ا تارجت للسرطان. وده الابو بروتينز. يبقى القصة ان الليمتس از ا ميجور شيء لا بين ميجور موديفاير ريسك فاكتور فور اسروسوم بوديك ديزيز. ولذلك حضرتك هنا انا ببص على سموكينج دايت فيزيكال اكتيفيتي بلويد بلاد بريشر والليمتس والدايبيتس. يبقى هي ده بسميه كونسيبت حتى في هايبر تنسيف التوتال كارديو فاسكولار ريسك. يبقى هي ضمن الميجور
حتى في 2018 لما كثر مرة معايا اللي كان عندنا مؤتمر وقعد اذاكر وبتاع الليمتس جايه في البريفنتف كارديولوجي اللي جايه دلوقتي دي بدات باول جمله ان الدايجنوزس اند تريتمنت اوف سكيزوفرينيا از ا كوست افكت يعني التريتمنت وزي ما قلنا بيستبدل از ا كوست افكت يعني ديفيشن يعني تقلل موربيديتي ومورتاليتي نيجي للنفروش تريتمنت وده يمثل حجر الزاوية حجر الأساس و should be instituted في عيان عنده multiple spectrum منهم الدسبيبليميا حضراتكم هو القصة دي برضه اللي فيها رغبة كبيرة أوي من 40-50 سنة وهذه بيها المعلومة اللي جزء من 1920 ده قال الظهور بتاع الرف الدس والكورونا والكلام ده الدول المتقدمة للأسف عملوا ريستريكشن للفات توت كل الفات والفيجيتيريا والقصة دي تركيا السعيد ربنا يديها الصحة كنت جبته عندنا في الكلية بتاع الكورونا ستيت أند سكافر هو يا جماعة الكارثة في البولي ساتيوريتد فات اللي هي السمنة الصناعية والإكسيتيف شوغري فود أو فاست فود ويشمل الحلويات دي كارثة محققة وأسروجينيك وبتعمل كل حاجة البولي أنساتيوريتد فات والناتشرال فات أنا دايما معروفة بيه is important nutritional constituent it is very important for many biological functions for brain, cell brain, cholesterol, والاسترويدز والقصص دي. فزي مثلا انا دايما استقي جدا يقول لك مش عارف ايه السم الابيض مش عارف ملح الحاجات دي بكميات معينه بدون اسراف is integral highly beneficial nutritional compound. I'm repeating natural fat rich in omega 3 rich in poly unsaturated fat باعتدال جزء المكون الاساسي في النيوتريشن والبودي فانكشن ان الساتوريتد فات اللي هي السمنه المهدرجه والاكسسيف شوجر فود فاست فود كارثيه من ناحيه الصحيه ومن ناحيه التغذيه ولا خلاف على ذلك يبقى الناتشرال فات باعتدال جزء مهم ومكون اساسي للوجبه فور اول ووكس شوف حضراتكم هنا اهوت ريديوس داتري ترانس فات واحده 3 بلس ريديوس داتري ساتوريتد فات 3 بلس انكريز داتري فايبر 2 بلس يوز فانكشنال فودز ريتش مش عارف ان ده افتكر بلانت فات يوز ريديوس اكسسيف بودي ويت 1 بلس ريديوس دياتري كوليسترول 1 بلس انكريز هابيتوال فيزيكال اكسرسايز 1 بلس يبقى لازم نميز عن الافكت في كل خطوه من الخطوات دي ودي بعض الحاجات اللايف ستايل باترن وده السمري نيجي الجزء اللي هو فارماكولوجيك تريننج زي ما كنت حاليا بيه قاعد زي ما ستت فارماكولوجيك تريننج يعني ستاتين نتفق على هذا الكلام ان الستاتين بتمديات البنفيشال افكت جزء منه ان هي تنهبت ان هي انزايم او ليميتنج ستيب في الليفر فبتنهبت البروستيرون سينسيس فبتزود الريسبتورز على السيرفس بتاع الليفوسايتس فبتزود الانتاج او ديجريشن بتاع ال دي ال كوليسترول وبتقلل الهيباتيك سينسيس للكوليسترول اللي هي بتطلع الفيري لو ال دي ال والام دي ال للسيركوليشن ليست هذه هي الميكانيزم الرئيسيه نتيجه البينفيت زي ما كنا حاليا في ادويه ثانيه بتقلل الارقام بس ما تقللش الكلينيكال بينفيت، الكلينيكال بينفيت يعني تقلل الايجنتس بتاعت الفيتر ميكاترال فاشن والستروك والبريفرال ابيرنسز
البليوتروبيك افكت بتاع الاستاتين اللي هي انتي انفلاماتوري بتقلل السير اكتف بروتين تنبيهات بتحسن الاندوثيليوم فانكشن تحسين الاندوثيليوم فانكشن ده على فكره اكيوت افكت بيحصل مع بدايه الاستبدال اصله كويس جدا في 1996 من دكتوره كانوا عاملين ميتنج عن افتتاح اسم كارديولوجي كونفرنس جاب واحد من هارفارد ميديكال سكول عرض اكسبيرمنتال وورك اليوز اوف ستاتين Improve smooth muscle cell response in vasculature immediately. But that can intervention with a minimum high, very high dose, many approval statin, 70 milligram, after my push last hour, she learned intervention. Very fast insulin function. That's in insulin function. That needs serum protein. That needs inflammatory markers. We vulnerable black, from anyway, and to start in the middle, vulnerable black. برضه ممكن تكون 10-20% بس في هاي ريابيليتي فور رابشر اند اكوت كروس ثرو وفي بلاكس ممكن تبقى 80-90% بس سترونج فايبرس كاب الستاتنز بتقلل الاسوجينيك ال ايه بتقلل السيرك البروتين بتحسن السيريال فانكشن بتزود الستيبل كولاجين في البلاك وبتقلل الانفلاماتوري سيلز في البلاك فده فيها prognostic and systematic benefit in the cardiovascular events. يبقى كل pharmacologic treatment يعني static. التابل الحالة ايه عجبتني جايبها برونور في 2018 كاتب الإكويفلنت دوزز بتاع different statin. تروح هديني بايه قال مصطلح intensive statin و moderate و low. intensive يعني اتروب large dose اتروب statin او رزوفا statin. ده التو مولكيولز اللي مكتوبين في الانتنسيف استاتين ثيرابي وده الدوزس والافكت وجد انك لما تضاعف فرع الاستاتين بيزود الافكت مش دبلنج زود حد 6% يعني لو لاحظنا مثلا اتروبا استاتين ال 10 ملي جرام بتدينا ريدكشن في الدي 37% فبقت 20 بقت 46% 43 لما بقت 40 بقت 48 الهايست دوز ده 80 ملي جرام بقت 51 يبقى الدبلنج دوز بتدينا اديشنال 6% ريدكشن في ال اف دي ال كوليسترول وده برضو ده من الجايد لاينز زي ما عندنا كورتيكوستيرويد كوفلنت في اصبح في ستاتين كوفلنت بين تو ديفرنت مولكيولز ديت مجموعات من الدراجز ممكن تزود توكسيستي اوف ستاتين ناخد بالنا منها انا خلاص قربت بيها وده كوز فيكتور في الانسوليميا السبيشال جروبس انا هعديها بسرعه كنت حريدي بين ابطالها وكان اهم سيكتور فيهم الريدكس ده هعديها بسرعه لان عشان بس الوقت انا الفرصه بالنسبه للمونيتورنج اوف for side effect and efficacy of statin وتحليل transaminases وCK وده الالجوريزم for management وعلى حسب هل هو الانيبيشن اقل من 4 سيمبتوماتيك ومعاه اقل من 4 او في هرابت ميوريسيس وكل عيان يتصرف معاه ازاي الكونكلوجن to conclude هذا ده موضوع مهم جدا موضوع هام جدا في ريسيرش وفي جايد لاينز وزي التحليل البيز اللي بيت اتكلم عنه احنا في الكارديولوجي ولهم اسوشيشن واحده شو حضراتكم وي شود ستارت ويز ريسك استيميشن سمرايز ريسك استيميشن هو ايفيدنت اسيد ثرومبوتيك ديزيز ولا قلنا ديفرنت مانيفستيشن الدايابيتكس او سي كي دي او اللي هو توتال ريسك سكور اكتر من 10% الليمت اناليسيس اللي قلنا لحضراتكم which is new in non-fasting lipid analysis وبص على كل البرامترز اهم واحد من ال دي ال كوليسترول برضه ده lipid analysis التريتمنت بولز التريتمنت بولز بتتكلم ايه اشار ان احنا هما ما لهمش سقف بالنسبه لل دي ال عايزين يوصلوا ان محتاج كنترول بروفايل او اقل من 5% 5% بس الامريكانز 2013 هي كانت في القصه دي
طلعت مصطلح جديد كاتبين 50% of the visa limit. يعني انت بتشوف الفيزا وتنزله 50%. الاوروبيين كانوا بيقولوا العيان عنده كلينيكال ديزيز اقل من 70 مللي جرام ولو فير هاي ريسك اقل من 50 او 55 مللي جرام. التريتمنت اوف السبليميا نون فارماكولوجيك في كل العيانين. فارماكولوجيك يعني ستاتين ثيرابي. الديفرنت جروبس الدكتور حليل اشار اليه. يبقى احنا هي جزء مزعج ومهم وزي ما قلت لحضرتك الجايدلاينز كاتبه ات از كوست افكتيف تو دايجنوز اند تريت السبليميا. على فكره ان شاء الله هيبقى في برزنتيشن في اخر الميتنج عن الستاتينز وهيبقى في اسئله واحتمال يكون في مقابلات. شكرا للدكتور كمان فريد على المحطتين الكومنات دول دايما كونسايز انفورماتيف وسيمبل.